السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبنيو هذا البلوغ اللي كتبان قدامكم عن طريق اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت، ومنها غيكون تدريب ليك نتايا كواحد فرونت اند ديفلوبر باش تتعلم تخدم كاع داكشي اللي تعلمتي في هاد الثلاثه. اول حاجه كنلاحظوها في البروجيكت اللي غنبنيو هي اننا عندنا الباج ديال الريجستر، زائد انه عندنا هنا واحد اللينك كيجينا للباج الثانيه اللي عندنا في هذا البروجيكت اللي هي الباج ديال لوغ ان. يعني حنا ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش اننا نبنيو الريجستر او لوغ ان عن طريق الجافا سكريبت. هنا غادي نرجع للباج ديال الريجستر، وكنلاحظوا اننا عندنا واحد الفورم، وهذا الفورم طلب من اليوزر انه يدخل فيها اربعه ديال الحوايج. اول حاجه اللي هي التصويره ديال البروفيل، زائد اليوزر نيم والايميل والباسورد، زائد انه عنده هنا البوطون ديال ساين اب. تخيل معايا ان اليوزر مثلا سكيب هادشي كامل وما دخل لك حتى شي معلومه وضغط على الساين اب، هنا كتلاحظوا انه عندنا واحد الاليت، وهذا الاليت كتختفي من بعد واحد المده زمنيه محدده. وهذا الشيء كامل غادي نتعلموا لك كيفاش اننا نديروا عن طريق الجافا سكريبت. هنا اليوزر شنو بغينا؟ بغينا ان مثلا ملي نختار واحد التصويره معينه ديال البروفيل اننا نعرضوها ليه في هذه البلاصه على الشكل التالي. يعني انه غادي يجي البيست ديالو، غادي يختار مثلا واحد التصويره، غادي يضغط على عليه على اوبن. هنا اش كتلاحظوا ان عرضنا ليه التصويره اللي اختار. هنا غادي نضغط على ساين اب، هنا اش تلاحظوا هنا انه قال لي بليز انتر يور يوزر نيم، يعني ان الالرت ديالك غادي معاك دقه دقه مع الانبوت. يعني هنا غادي يجي يدخل مثلا هنا احمد، وهنا تخيل معايا ان اليوزر مثلا كتب لك واحد الفورمات ديال الايميل غلط، وغادي يضغط مثلا على ساين اب، هنا اش كتلاحظوا انه قال لي ايميل ادريس انفاليد فورمات، يعني الفورمات ديال الايميل ديالك راه غلط. يعني كتلاحظوا ان الالرت ديالنا داير خدمته. يعني هنا غتلاحظوا انه غادي يقول لي هنا جماي مثلا جماي دوت كوم، وهنا غادي نكتب مثلا واحد الباسورد، الباسورد ديالنا غادي نكتبو فيه مثلا ثلاثة ديال الحروف، غادي نكتبو هنا ساين اب. يعني قال لي دخل على الاقل ستة ديال الحروف، يعني هنا غادي نكتب ليه مثلا من واحد حتى ستة، وغادي نقول هنا ساين اب. يعني اش كتلاحظوا انه داني الباج الثانية ديال لوغ ان. يعني هنا غادي نقول ليه مثلا هنا نفس اليوزر نيم باش انني تقيد، وغادي نقول هنا واحد الباسورد غلط، وغادي نقول هنا ساين ان، غادي يقول هنا ذيس باسورد نوت كوريكت. يعني تلاحظوا انه تيتشيكي المعلومات باش انني تقيد واش هما يكتب شي نتايا في الانبوتس اللي كاينين في الفورم ديال لوغ ان. يعني غادي يكتب لي مثلا من واحد حتى ستة، وغادي نقول هنا ساين ان. يعني كتلاحظوا انه داي الهوم بيج، وهنا في الناف بار انه عطاني واحد المجموعه ديال المعلومات ديال اليوزر اللي هي السميه ديال اليوزر والتصويره ديال اليوزر زائد لوغ اوت، وهنا عندي واحد المجموعه ديال البوست. يعني يضغط دابا على اللوغ اوت، يعني اش كتلاحظوا انه غادي يرجعني للباج ديال الريجستر. دابا تخيل معايا ان شي واحد مثلا جا وزقل لك هذا الفورم، ومشى هو ديريكت للاي او ار ال ديالك، وكتب هنايا مثلا هوم، وضغط هنايا انتر. هنا يعني غادي تشيكي ان اليوزر واش مسجل الدخول ولا لا، وهنا الا لقى ان اليوزر ديالك ما مسجلش الدخول، هنا يعني غادي يرجعوا لاش، غادي يرجعوا للباج ديال الريجستر. دابا نجي نديرو العكس، هنا يعني غادي نمشي مثلا تقيد، وهنا غادي نقول مثلا من واحد حتى ستة، وغادي نقول هنايا ساين اب، هنايا نختار التصويرة ديال البروفيل، ونقول هنايا تاني ساين اب، غادي نجي هنايا مثلا غادي نقول احمد، وهنايا غادي نكتب من واحد حتى ستة، وغادي نقول ليه هنايا ساين ان. يعني دابا اليوزر انه مسجل الدخول. دابا تخيل معايا ان اليوزر مسجل الدخول، وجا هو اليو ار ان كتب مثلا بيمشي هو الباج اللي سميتها لوغ ان. هنا كتلاحظوا انه رجعوا للهوم بيج. يعني هنا غادي نتعلموا كيفاش اننا ننشئوا ريجيستر ولوغ ان بالجافا سكريبت، زائد اننا كيفاش نحميوا المسارات ديالنا بالجافا سكريبت. حنا في هذا البروجيكت هذا خدمنا ال اتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت واللوكال ستورج. يعني ضروري انك باش تتبع معايا التيتوريال، ضروري انك خصك تكون تعرف لهاد الاربعه ديال الحوايج. وبالنسبه للوكال ستورج درنا فيه كورس مؤخرا، راه كاينه فلاشين، وشرحنا فيه اللوكال ستورج بكل سهوله، وغادي نخلي لكم اللينك ديالها في الديسكريبشن. زائد اننا باش نتعاملوا مع الانبوتس ديال الفورم ديالنا، غادي نخدموا الفورم ديتا. ولا ما كنتش كتعرف شنو كيعني بالفورم ديتا، راه غادي نخلي لك اللينك ديال الفيديو اللي دوينا فيه على الفورم ديتا في الديسكريبشن. Trap that I made by myself, oh, and I